بايدن شخصية فاشلة الآن، فاشلة، وإن أعلن اسمه رئيس للولايات المتحدة طيب الأمريكية، هو شخصية فاشلة بالنسبة إلينا نحن يعني أصحاب رأي جمهوري، نحن ننظر إليه بفشل. ولكن ايه إذا أراد الرئيس دونالد ترامب أن يحقق بعض المكاسب اللي الدكتور قد يراها عرقلات، نحن نراها مكاسب في هذه الأيام أو الأسابيع القليلة المتبقية من ولاية الرئيس دونالد ترامب، أنا أعتقد أن للرئيس ترامب كل الحق أن يمارس دوره وحقه. ولكن من الذي يهول الآن في وسائل الإعلام عن أن ترامب قد يشن حرب على إيران ليغرق جو بايدن وإدارته في المستقبل؟ الديمقراطيين إعلام جو بايدن.